السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حل كتاب المعاصر لتانية اعدادي الترم الاول صفحة 45. Space you got that game called odd one out هتبقى have. السؤال الثاني of course you can space to my house later يبقى come. بالطبع انت تقدر تيجي منزلي لاحقا. Shall I space you some water تبقى bring بمعنى يحضر. بمعنى هل احضر لك مياه. السؤال الرابع I have a glass of water please هتبقى can. هل يمكنني أن أتناول كوبا من المياه لو سمحت. السؤال الخامس Have you got a watermelon grandma هل لديك بطيخ يا جدتي. السؤال السادس What shall I space for you ماذا أعمل لك أو من أجلك. السؤال السابع Has he got an umbrella يبقى no he hasn't هل هو معاه أمبريلا شمسية؟ لا هو مش معاه. السؤال الثامن Space we eat here حسن Yes that's a good idea يبقى شال. هل يمكننا أن نأكل هنا يا حسن أو هل لنا أن نأكل هنا يا حسن؟ نعم إنها فكرة جيدة. السؤال التاسع Can you carry this heavy box? No I هتبقى I can't عشان no للنفي. هل يمكنك أن تحمل هذه الحقيبة؟ لا أستطيع. السؤال العاشر Space you help him with his homework هتبقى can. هل يمكنك أن تساعده في عمل الواجب هتبقى can. إجابة نمبر B. بالنسبة للتصحيح shall I هتبقى help بدل help هتبقى help لأن shall be بعدها فعل ثم فعل في المصدر shall. السؤال الثاني has عشان your father مفرد يبقى has بدل have. السؤال الثالث Can we sit next to the window? No you هتبقى no you can't عشان في can يبقى can't مش not can. السؤال الرابع What you have got in your bag يبقى What have you got in your bag ماذا لديك في حقيبتك. السؤال الخامس كان عبد الله play chess ليه هنا استخدمت كان يس هي كان عشان في يس هي كان يبقى انا هقلب يبقى كان هي او كان عبد الله يبقى كان هل عبد الله يستطيع ان يلعب شطرنج نعم هو يستطيع. السؤال السادس شيل جيت يبقى شيل جيت يو لو عليك